السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبطال الحاسب في مراجعتنا للكويز. الكويز حقنا إن شاء الله بيغطي اللي هو أول وحدات أولى، اللي هو الوحدة الأولى والثانية والثالثة. راح إن شاء الله نحاول إنه نغطي أكبر قدر من المعلومات في هذه الوحدات. طريقة الأسئلة، الأسئلة راح تجيك اختياري، يعني ما هو اختراع، ما هو شيء صعب. لو لا قدر الله ما عرفت الإجابة وهي اختياري، حاول إنك تستبعد الإجابات الخاطئة. راح نتكلم عن هذا الكلام بشيء من التفصيل إن شاء الله في لقائنا هذا، ويا رب يكون هذا اللقاء مثمر ومفيد لكم. خلينا نبدأ، بسم الله. أول شيء راح ندخل بالوحدة الأولى، طبعا وهي من أهم الوحدات اللي تتكلم عن الحاسب ومكوناته المادية. هل شايفين البي دي اف اللي أنا فاتحة؟ هل واضح بالنسبة لكم؟ أول سؤال عندك، ما هي مكونات الحاسب الآلي؟ نحن درسنا إنه في مكونين للحاسب الآلي، مادي وبرمجي. ما المقصود بالمادي؟ ما المقصود بالمادي؟ الشاشة، الماوس، الكيبورد، المعالج، اللوحة الأم، هذه جميعها تعتبر مكونات مادية. ما في صوت؟ في صوت يا خالد، في صوت، ممكن تطلع يا خالد وترجع تدخل مرة ثانية. تمام؟ أوكي. طيب ما هو المكون البرمجي؟ البرامج اللي هي مثل مين؟ مثل الأوفيس، مثل الأدوبي فوتوشوب، أدوبي إليستريتور، مثل الآلة الحاسبة، مثل المفكرة، هذه كلها نسميها مكونات برمجية. حلوين؟ معاي؟ صحصحوا، واللي عنده إجابة يشارك معاي بليز عشان ما أنام لوحدي، أوكي؟ ما أنام على الخط. أوكي؟ أكمل؟ ها شباب بنات كملي. أوكي، ما هي المكونات المادية؟ هي عبارة عن كل شيء ملموس، كل شيء أنت تحسه وتشوفه بالكمبيوتر، كل شيء متصل بالكمبيوتر ملموس، والتي نستطيع أن نراها مثل مين؟ مثل الشاشة، لوحة المفاتيح، وأي جهاز متصل بالحاسب الآلي. الماسح الضوئي مكون مادي، الطابعة مكون مادي، المعالج مكون مادي، مين كمان مكون مادي؟ أعطوني اسم مكون مادي أنا ما ذكرته. يلا أعطيني اسم مكون مادي هاردوير أنا ما قد قلته إلى الآن، عشان أبغى أشوف اللي مركز معي. الرام، أحسنت يا فهد، الرام مكون مادي، الذاكرة في الكمبيوتر مكون مادي، مزود الطاقة الباور سبلاي مكون مادي، أحسنت يا فهد، حلوين. طيب السؤال اللي بعده يقول لي ما هي أقسام المكونات المادية؟ لو جينا نحن بغينا نقسمهم إلى أقسام، مثل ماذا؟ مثل وحدة المعالجة المركزية السي بي يو، الذاكرة، وحدات إدخال، ووحدات إخراج. هاي لو أنا تكلمت إني أبغى أقسمهم، علشان ما أجلس بس مثلا أعطي أمثلة وخلاص، لا، راح أقول لك ترى مثلا شوف السي بي يو اللي هو المعالج يندرج تحت وحدة المعالجة المركزية، الرام أو الروم أو أي وحدات تندرج تحت وحدات الذاكرة. طيب الميكروفون عندي مثلا، الكيبورد اللي هو لوحة المفاتيح تندرج تحت وحدات الإدخال. وحدات الإخراج مثل مين؟ مثل مين وحدات إخراج؟ مثل مين وحدات إخراج يا جماعة؟ يلا مثل الشاشة، أحسنت يا فهد، مثل الشاشة، عندك الشاشة، عندك أيضا اللي هو الطابعة وحدة إخراج، عندك اللي هو السبيكر، السماعات، وحدات إخراج، هذه كلها. أحسنتي يا منال، الطابعة، أحسنتي، حلوين البنات كده دخلوا على الخط. يلا نكمل السؤال اللي بعده، ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية، ونركز في أسئلة صح أو خطأ، لأنه صراحة أغلب اللخبطة في أسئلة صح وخطأ. ليش؟ يجيك كلمة واحدة تقلب لك كل الـ هذا الحل، يعني مثلا تجيك كلمة تخلي لك الحل، بدل ما يصير خطأ يصير صح، وبدل ما يصير صح يصير خطأ. فنركز الله يعافيكم في أسئلة صح أو خطأ. خلينا نشوف، الجزء البرمجي هو ذلك الجزء المرئي وغير ملموس. غير ملموس يعني أنت ما تمسكه، إذا أنت تتكلم عن برامج، إذا كلامه صح.
حلوين؟ أعيد، لأنه قال لي كلمة غير ملموس، هو أنا أشوفه. ممكن تقولي طب أنا أشوفه، أيوة أنت تشوفه. طب المكون المادي أنا أشوفه، أيوة أنت تشوفه، لكن المكون المادي مرئي وملموس، يعني أنت تشوفه وتمسكه، فأنت قلت إنه مادي. لكن لما قال لك مرئي وغير ملموس، إذا أنت تتكلم عن ماذا؟ عن جزء برمجي أو برمجيات، إذا كلامك صحيح. يستطيع الجزء البرمجي ربط الأجزاء المادية ببعضها البعض، هل كلامه هذا صح وليش؟ ليش كلامه صح؟ هو بيقول إنه كلامي صح، طب ليش صح؟ أجاوب أنا، يعني أنا أسأله أنا أجاوب. يا سلام، أنا كيف أنا شاطرة. طيب الحين نحن يوم تكلمنا عن البرمجيات والمكونات البرمجية والمكونات المادية، قلنا المكونات المادية ما تشتغل من دون المكونات البرمجية. يعني أنا أعطيتك كيبورد وأعطيتك ماوس وأعطيتك شاشة وأعطيتك كل شيء، وشغلها، تشتغل من دون مثلا نظام التشغيل؟ ما تشتغل. هل الكمبيوتر له أي قيمة من دون البرامج؟ ما له أي قيمة من دون البرامج. فلو جينا فكرنا في العبارة اللي يقولها أنه يستطيع الجزء البرمجي أنه يربط الأجزاء المادية ببعضها البعض، أنه يصير في ربط للأجزاء المادية، يعني الكيبورد يشتغل مع الشاشة، مع الماوس، مع الكمبيوتر كله. نعم، لأنه لولا الجزء البرمجي الأجزاء المادية ما إلها أي قيمة. إذا كلامك صحيح. فهمتم ليش صحيح؟ واضح؟ نكمل؟ أوكي، نكمل. يتم تصميم البرامج من خلال أشخاص متخصصين يعرفون بالمبرمجين. الجملة جدا بسيطة، جدا واضحة، جدا عادية. نعم، اللي يسوي لي البرامج ناس متخصصة، يعني مو أي يعني أحد، يعني مثلا ما أجيب أي أحد أقول له سوي لي برنامج، لا، لازم يكون دارس شيء اسمه برمجة، يعني لازم يكون ماذا؟ مبرمج، لازم يكون مبرمج. كلامك صحيح. لا تعتبر لغات البرمجة من ضمن الجزء البرمجي أو من ضمن الأجزاء البرمجية. كلامه غلط. أصلاً هي اسمها لغات برمجة، هي أصلاً اسمها بالعربي لغات برمجة، إذن هي تعتبر من ضمن الجزء البرمجي. فاكرين الأجزاء البرمجية تنقسم إلى كم قسم؟ قسم لك إياها في الكتاب إلى كم قسم؟ مين يذكرني؟ الأجزاء البرامج في الكمبيوتر تنقسم إلى كم قسم؟ قال لك أول شيء برامج نظم، وبعدين اللي هو برمجيات تطبيقية أو سماها تطبيقات، والشيء الثالث قال لك لغات برمجة. لغات برمجة، تمام؟ هذا بالنسبة لو تكلمنا عن اللي هو الأجزاء البرمجية في الحاسب الآلي. نكمل. هناك عدة برامج يعتمد عليها المستخدم في الحاسب الآلي، أذكر اثنين منها مثل ما قلنا: نظام تشغيل، برامج، لغات برمجة، وهذا الكلام تكلمنا عنه من شوي. هو طبعا طالب اثنين منها، اتسوكي، هنا طبعا احنا ذاكرين ثلاثة. عرف الإنترنت وكيف تتم عملية ربط الأجهزة فيه، وما هو أشهر بروتوكول مستخدم في عالم الإنترنت. الأسئلة، في سؤال طبعا سألته الصباح من إحدى الطالبات، قالت إنه انت ذاكره عرفي، يجينا في السؤال في الاختبار عرفي. لا، مو شرط، انا ذاكرت لك عرفي علشان وانت تذاكرين او انت تذاكر عمليه المذاكره عندك تكون منظمه، مخك يكون منظم. لكن الاسئله ممكن تجيك صح وخطا، ممكن اختياري، ممكن مقالي، ممكن اي شيء، يعني انت خلي نفسك مستعد لاي شيء. لانه نحن مثلا الحين في الكويز اونلاين، في الميدترم اونلاين، بس ممكن الفاينل ما يكون عندي اونلاين، فلازم انت نفسيا تستعد لأي نوع من أنواع الأسئلة. خلاص؟ يعني أنا لو جيت الحين في الاختبار وقلت لك ضع إشارة صح أو خطأ، الإنترنت هو لغة عالمية يتحدثها البشر والآلات، وهو عبارة عن شبكة ضخمة تربط ملايين الكمبيوترات بعضها ببعض. أقول له أوف، وش هذا السؤال أنا ما شفته؟ لا، أنا شفته، بس أنا ما شفته صح وخطأ، أنا شفته بتعريف. وضحت لكم النقطة يا جماعة؟ فلما تذاكرون أبغى تذكرون من فهم، لأنه الأسئلة اللي راح يحلها الشخص الفاهم، مو الأسئلة راح يحلها شخص حافظ. أوكي؟ نكمل. عرف الإنترنت، قلنا الإنترنت لغة عالمية تحدثها البشر والآلات، يتحدثها البشر يعني يستخدمها البشر، والآلات اللي هي الكمبيوترات. ما هو تعريفه؟
هو شبكة ضخمة تربط بين مجموعة من الشبكات المختلفة، يعني شبكة مع شبكة مع شبكة مع شبكة، شبكة أنا في البيت، شبكة جيراني، شبكة المدرسة، شبكة الجامعة، كلهم يشبكون مع بعض، شبكة اللي في دبي، شبكة اللي في لبنان، شبكة في القاهرة، شبكة اللي في أمريكا، في أمريكا، كلهم يرتبطون مع بعضهم البعض علشان يسووا لي الإنترنت. طيب يا تيتشر، كيف أصلاً يرتبطون مع بعضهم البعض؟ يرتبطون عن طريق تقنيات، إما إنها تكون سلكية يعني بكيبل يعني بأسلاك، أو لاسلكية يعني وايرلس. طيب، نتيجة لهذا الربط الضخم أنا احتاجيت إلى قانون، قانون أو بروتوكول. إيش يعني بروتوكول؟ يعني قانون، يعني قوانين لازم الكل يتبعها. لو رحتم على شرح الوحدة راح تشوفون إنه أنا قلت أنا عندي فصل، والفصل هذا زحمة، والفصل هذا فيه ناس كثير أو فيه طلاب كثير، لازم أحط قوانين علشان الفصل يزبط. لو ما حطيت قوانين ما صار عندي فصل أصلاً. نفس الشيء بالشبكة، لازم يكون فيها قوانين علشان الشبكة هذه تنجح فيها عملية الاتصال، سواء إرسال أو استقبال. ما هو القانون أو ما هو البروتوكول المستخدم في عالم الإنترنت؟ هو بروتوكول إيش؟ TCP/IP. مهم جداً، مهم جدا لما نجي نتكلم عن البروتوكول المستخدم في عالم الانترنت اللي هو TCP/IP. واضح؟ ها صحصحوا لي كده، واضح؟ ها تمام، الله ينور يا فهد، يلا نكمل. متصفح الانترنت هو برنامج تطبيقي يمكننا من الوصول إلى المواقع الإلكترونية. لما أجي أسألك أو أختر الإجابة الصحيحة، إيش هو برنامج تطبيقي؟ يعني من التطبيقات، يعني ما يعتبر برنامج نظم، لا، برنامج تطبيقي يخلينا ندخل إلى مواقع الإنترنت أو المواقع الإلكترونية. مين هذا؟ متصفح الإنترنت. لازم يجيك هذا السؤال، لازم يجيك سؤال عن متصفح الإنترنت، لأنه من أحد الأشياء المهمة اللي دائما تتكرر. إيش هو متصفح الإنترنت؟ مثل مين؟ مثل جوجل كروم، مثل فاير اللي هو الفايرفوكس، مثل الانترنت اكسبلورر. ايش كمان متصفحات؟ يعني في صراحه كثير متصفحات، بس هذول الاشهر متصفحات اللي نحن نستخدمهم. سفاري، احسنتي يا منال، اللي عنده ابل، احسنتي. طيب، طبعا يستطيع استعراض الملفات المكتوبه بلغه الترميز HTML. ايش هي لغه الترميز HTML؟ هي عباره عن اكواد، هذه الاكواد نحن نستخدمها علشان نسوي فيها مواقع الانترنت. أعيد، يعني لما أجي أقول لك موقع الإنترنت، مواقع الإنترنت، إيش اللغة اللي مكتوبة فيها؟ اللي هي إيش؟ HTML، Hypertext Markup Language. طبعاً نحن مطالبين أن نحفظ اختصار كل الرموز، لكن لازم أفهم أنه كل رمز إيش معناته؟ كل رمز إيش معناته؟ يعني لازم أفهم أنه ترى TCP/IP هذا اسم بروتوكول، HTML هذا اسم لغة الترميز حق اللي هو مواقع اللي هو الانترنت. طيب، عرف الحاسب الآلي. إيش هو الكمبيوتر؟ إيش هو الحاسب الآلي؟ جهاز إلكتروني يستقبل التعليمات والبيانات. كيف معناته يستقبل؟ يعني ندخل له مدخلات، نعطيه أشياء، ومن ثم يقوم بمعالجتها لينتج لي ماذا؟ عشان يطلع لي إيش؟ يطلع لي إيش؟ ها؟ يطلع لي مخرجات اللي هي مطلوبة لي أنا كمستخدم. يعني لما أجي أقول له 1+1=2، أنت أعطيته 1 بيانات وأعطيته 1 ثاني بيانات، لما نحط لك إشارة الزائد وجلس يجمعهم مع بعض، فهو سوى لك ماذا؟ معالجة. سوى ماذا؟ معالجة. إذن أعيد، أنا أعطي الكمبيوتر إيش؟ بيانات، يسوي لها إيش؟ يسوي لها معالجة، ويطلع لي إيش؟ يطلع لي معلومات. طيب، 1+1=2، فين المعلومة هنا؟ فين المعلومة هنا؟ إذا الواحد اللي أنا أعطيتوها للكمبيوتر بيانات، والزائد عملية الجمع اللي سواها الكمبيوتر هي عملية المعالجة، فين المعلومات؟ 2، أحسنت يا فهد، حلوين، ممتاز، حلوين حلوين كذا، معناته انكم فاهمين تمام. طيب،
مزايا الحاسب الآلي. الحين بيقول لك إنه الحاسب الآلي أربع مزايا أذكرها وفقا للوصف التالي، يعني هو بيعطيني وصف وأنا أذكر له هذه إيش هذه الميزة. طيب، يقوم بتنفيذ المهام في أقل من جزء من مليون من الثانية، يعني هو سريع، يعني هو إيش؟ سريع مرة. فين هو سريع مرة؟ سعة تخزينية، الكفاءة، سرعة التنفيذ، الدقة. طبعا أكيد سرعة التنفيذ، إذا أحط له هذا هنا واحد، مظبوط. ينفذ المهام دون أخطاء، ما يخطأ، إذا هو إيش؟ هو إيش؟ ده دقيق، عنده دقة، صح ولا خطأ؟ دقيق يعني طحين، عنده ماذا؟ عنده دقة. هذا ينفذ المهام دون أخطاء. طيب، ينفذ المهام دون كلل أو ملل، دون كلل أو ملل، إذا هو ماذا؟ كفو، عنده كفاءة. أحسنت يا منال. يخزن كمية ضخمة من البيانات، إذا عنده سعة تخزينية. إذا هذا السؤال جدا سهل، هو معطيك أصلا الوصف وقال لك اذكر لي إيش هي الميزة اللي أنا جالس أتكلم عنها. نكمل اللي بعده. يقول لي إنه ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: الأجزاء المادية يمكنها أن تعمل بمفردها في حال عدم وجود البرمجيات. طبعا أكيد خطأ، أكيد خطأ، هذا ما يشتغل من دون هذا، وتكلمنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة. الأجزاء المادية ترسم الطريق لتنفيذ تعليمات معينة، هل هذا الكلام صح؟ غلط. طب ليش غلط؟ إيش تصحيحه؟ مين اللي ترسم الطريق علشان ننفذ عمليات معينة؟ مين؟ وهذا السؤال، أحسنت يا فهد، وهذا السؤال أصلاً جايكم في أسئلة نهاية الوحدة، إنه قال لك إنه البرمجيات بالفراغات أعتقد، قال لك إنه البرمجيات هي التي ترسم الطريق علشان الكمبيوتر ينفذ التعليمات، تعليمات معينة، تمام، وليس الأجزاء اللي هو المادية. طيب، من الأمثلة على البرمجيات برامج نظام التشغيل مثل ويندوز. نعم، ما قلت شيء غلط، نعم، ويندوز هو أشهر برنامج على برامج نظام التشغيل أو نظم التشغيل، سواء قال لك نظام التشغيل ترى هي نفسها نظم التشغيل. نكمل. أنواع الحاسبات الآلية، وهذا الكلام جدا مهم، إنك لازم تعرف اللي هو نوع كل حاسب وإيش هي المزايا وفين يستخدم. أعيد، لازم أعرف إيش النوع وإيش مزاياه وفين استخدم، يعني فين يستخدم أو وين استخداماته. خلينا نشوفها. طبعا انا هنا مسويت لكم اياها بالمقلوب، ليش؟ عشان ابغى اعذبكم، عشان كذا تفتل راسك. اوكي، اول شيء عندك الحاسبات العملاقه، افتل كذا واقراها، حاسبات عملاقه اسمها سوبر كمبيوتر، تتميز انها سريعه وعندها كفاءه عاليه في معالجه البيانات، تتميز انها غاليه اصلا وحجمها ضخم، وقلنا انه حجمها ياخذ غرفه كامله. تستخدم فين؟ تستخدم في التنبؤات الجويه، الابحاث الطبيه، التحليلات الكيميائيه، الاشياء اللي يسوونها الدول، مو الناس العادية. أوكي؟ هذه حاسبات إيش؟ عملاقة. طيب، مين الحاسبات اللي تحتها على طول اللي هو رقم اثنين؟ إذا هذه رقم واحد، شايفين معاي؟ هذه رقم واحد. طيب، مين الحاسبات اللي تحتها على طول؟ سميناها حاسبات مركزية. أحسنت يا منال، مركزية. ما هي الحاسبات المركزية اللي هي المين فريم؟ هي تخزن كمية ضخمة من البيانات، لكنها أقل قوة وأقل سعر من الحاسبات العملاقة. ممكن أسألك سؤال الحين، صح وخطأ، إنه ضع إشارة صح وخطأ، الحاسبات المركزية أكثر انتشارا من الحاسبات العملاقة. صح، أحسنت يا فهد، ضع إشارة صح أو خطأ، الحاسبات الدقيقة أقل انتشارا من الحاسبات المركزية. خطأ، أحسنت يا منال. دائما احط في راسي انه كل ما قل السعر، كل ما قل السعر، كل ما انتشر الموضوع. يعني مثلا الحين دورة ابطال الحاسب لما يكون سعرها قليل بتنتشر اكثر من لما يكون سعرها غالي، كذا يعني، كذا ستاندرد، كذا قاعدة في كل انحاء الدنيا او في كل انحاء العالم. طيب، الحاسبات المركزية والله اغلى من الحاسبات الدقيقة، علشان كذا الحاسبات المركزية ما تلاقيها ايضا عند اي احد. طيب، إذا هي قلنا تخزن كميات ضخمة من البيانات، هي أقل قوة وأقل سعر من الحاسبات العملاقة، تستخدم وين؟ في البنوك، في شركات التأمين، شركات السياحة، في الجامعات والشركات الكبيرة. حلوين؟ نشوف الحاسبات الدقيقة. طيب،
لما أتكلم عن الحاسبات الدقيقة اللي هي المايكرو كمبيوترز، فأنا أتكلم عن اللابتوب، عن الكمبيوتر المكتبي، عن اللي هو النوت بوك، اللي هو نسميه النوت بوك، اللي هو سموه بالعربي الإيش، الكمبيوتر المفكرة، الجوال، أحسنتي، التابلتات، هذه كلها أسميها حاسبات دقيقة. تمام؟ طيب، على طول إيش مميزاتها؟ أكثر استخداماً، أكثر انتشاراً، أقل سعراً، حجمها صغير، ويمكن ماذا؟ ويمكن حملها، يعني ممكن أنك تشيلها عادي، ما عندك أي مشكلة. تستخدم وين؟ في المنازل، في المدارس، وفي الأعمال. طبعا الحاسبات الدقيقة ما تحتاج حتى مذاكرة، لأنه هذا الشيء نحن يعني نستخدمه في حياتنا اليومية كل يوم. خلينا نكمل عشان الوقت، نتكلم عن أنواع الحاسبات الآلية. ما هي أنواع الحاسبات الدقيقة؟ الكلام اللي نحن تو شفناه، مكتبية، محمولة، لوحية، هواتف ذكية. لوحية وهواتف ذكية يكونون من نفس النوع، يعني نفس القسم. لما تتكلم عن تابلتات، إذن دائما نرفقها بالهواتف الذكية، أو اللي هي السمارت فونز، اللي هو الجوالات. ضع إشارة صح خطأ، ندخل بالزبدة والمهم. الحاسب المكتبي، ركز معي شوي، ها ركز معي عشان ما أتلخبط. أوكي، الحاسب المكتبي هو نفسه الحاسب المحمول. هو بيقول لك غلط، طب ليش غلط؟ الحاسب المحمول، أحسنت يا منال، الحاسب المكتبي هو أصلاً الحاسب الشخصي. الحاسب المكتبي اللي هو قال لي عليه في الكتاب سماه personal computer، يستخدم من قبل شخص واحد وينحط على مكتب، ينحط على مكتب. إذا الحاسب المكتبي، كلامك غلط، هو مو نفس الحاسب المحمول. هذا شيء وهذا شيء، هذا ينحط على مكتب، وهذا دائما اشيله بالصاله، اشيله في الجامعه، اوديه في الكافي شوب، اجلس انا واصحابي فاتحه لابتوبي. اللابتوب هو يعني الحاسب المحمول. تمام؟ طيب، الحاسب المكتبي يعرف بالحاسب الشخصي، قلنا هذا كلام مظبوط. نعم، الحاسب المحمول هو يشبه الحاسب المكتبي، يشبه المكتبي في الاجزاء الماديه ولكنه مدمج. كيف يعني يشبهه في الأجزاء المادية؟ يعني هذا عنده شاشة، هذا عنده شاشة، هذا عنده كيبورد، هذا عنده كيبورد، هذا عنده ماوس، هذا عنده ماوس، ولكنه مدمج. كيف يعني مدمج؟ يعني الشاشة لازقة في الكيبورد، لازقة في الماوس. هل كلامه صح؟ نقول له صح، والله صح كلامك بالفعل، إنه الحاسب المحمول بلاقي الأشياء كلها مدمجة، الأجزاء المادية كلها مدمجة. تمام؟ أوكي، لا وجود للوحة المفاتيح في الحاسبات اللوحية. في لوحة مفاتيح؟ في كيبورد الحاسبات اللوحية؟ ما في كيبورد، لأنه الكيبورد حقها إيش؟ تاتش. لكن في كيبورد فيزيكال، في كيبورد ملموس؟ لا، ما في. في الحاسبات اللوحية لا، لا وجود. صح كلامك، لا وجود. جميع أنواع الحاسبات تفهم اللغة الثنائية. كل أنواع الحاسبات، يعني مكتبية، محمولة، لوحية، مين فريم، سوبر كمبيوتر، حاسبات دقيقة، كلها تفهم اللغة الثنائية؟ نعم، لأنه نحن في البداية لما عرفنا الجهاز الحاسب، قلنا هو الجهاز أو الآلة هذه التي تفهم اللغة الثنائية. ما هي اللغة الثنائية؟ ما هي اللغة الثنائية يا نايمين؟ صحصحوا لي كده، ما هي اللغة الثنائية؟ الصفر ومين؟ الصفر ومين؟ والواحد. أحسنتي، الصفر والواحد، أحسنتي. يستخدم الحاسوب لغة الصفر والواحد للتعبير عن كل المدخلات. صح، حتى في الكتاب قال لك لو تكتب له ألف يعبر عنها بصفر وواحد، تكتب له باء يعبر عنها بصفر وواحد، تكتب له رقم يعبر عنها بصفر وواحد، تحط له فيديو يعبر عنها بشكل رقمي، يعني صفر وواحد، تعطيه صورة يعبر عنها بصفر وواحد. طيب، في الجدول التالي مجموعة مختلفة من أدوات الإدخال، أربط كل وصف بتعريفه. طيب، هذا طبعا جدا سهل. تشبه الآلة الكاتبة، بمجرد أنه قال لي تشبه الآلة الكاتبة، إذا هو يتكلم عن مين؟ عن لوحة مفاتيح، عن لوحة مفاتيح تستخدم لإدخال الأرقام والحروف، إذا لوحة مفاتيح. اثنين، تستخدم للتوجيه وإعطاء الأوامر، توجيه، pointing، إيش اسمها؟ فأرة، اللي هو الماوس، نحن نستخدمه علشان نسوي توجيه ونعطي ماذا؟ نعطي أوامر، اللي هو مثل لما أنت تضغط على مكان، أو أنت تعمل كليك على مكان معين، إذا أنت تعطي أوامر. طيب، حلو، مين اللي يقرأ المعلومات ويحولها إلى ملفات رقمية؟ مين اللي يقرأ؟ اللي هو سميناه إيش؟
ماسح ضوئي، سكانر، جهاز الماسح الضوئي. رقم 4، يحول الذبذبات الصوتية إلى صيغة يفهمها الحاسب. مين الذي يحول الصوت إلى شيء يفهمه الحاسب؟ الميكروفون. الميكروفون، واضح؟ نكمل اللي بعده. أوكي، أنا كده طبعا عديت كثير. أوكي، أدوات الإدخال والإخراج تكلمنا في هذا التمرين، قال لك إنه في الجدول التالي مجموعة مختلفة من أدوات الإخراج، يبغاك تحط كل أداة مع تعريفها. طبعا هو جدا سهل، بس خليه راجعه سريع. تمكننا من مشاهدة ما يحدث على الحاسب بصورة إلكترونية. لاحظ قال لك كلمة بصورة إلكترونية، إذا هو يتكلم عن مين؟ عن شاشة. طيب، تخرج المعلومات كنسخة مطبوعة على الورق، إذا هو يتكلم عن مين؟ طابعة، لأنه قال لي، أحسنتي، لأنه هو قال لي ماذا؟ قال لي نسخة مطبوعة، مطبوعة، إذا طابعة. تمكننا من سماع الأصوات الصادرة عن الحاسب الآلي، أسمع بيها، سماعات، سماعات، إيش هي السماعات؟ أسمع بيها، إيش هو الميكروفون؟ أتكلم بيه، أوكي؟ لأنه دائما الناس تتلخبط ما بين السماعات والميكروفون. أوكي، اللي بعده. اذكر 3 أمثلة على أدوات إدخال وإخراج في نفس الوقت. هذا الكلام جدا مهم، مهم، لأنه يعني دائما يتكرر، نفس الفكرة تتكرر في كل الاختياري. مودم، شاشة لمس، بطاقة شبكة. هذول الـ3 أشياء يقبلون الإدخال ويقبلون الإخراج، المودم وشاشة اللمس، شاشة التاتش، واللي هو النتورك كارد، بطاقة الشبكة. مهم جدا إنك تحفظ الأمثلة حقت مين، حقت هذولي اللي هو الأدوات اللي سميناهم input output، في نفس الوقت إدخال وإخراج. نتكلم عن مكونات وحدة النظام الأساسية. يسألني هنا سؤال، ما هي مكونات وحدة النظام الأساسية؟ يتكون من إيش؟ يتكون من وحدة معالجة مركزية، من لوحة أم، ومن الذاكرة العشوائية. هاي المكونات الأساسية، ركز معاي، ما هي مكونات الأساسية لوحدة النظام؟ اللي هو معالج، وحدة معالجة مركزية أسميه CPU، لوحة أم motherboard، والذاكرة العشوائية اللي هي الرام. يبدأ يسألك هنا أسئلة عن كل منهما، منهم وليس منهما، منهم. أول شيء عرف اللوحة الأم، إيش هي اللوحة الأم؟ اللوحة الأم أو كما تعرف بلوحة النظام، يعني سواء قلت لي عرف لوحة النظام أو قال لي عرف اللوحة الأم، فهو يقصد بها نفس الشيء. يعني لما تسمع لوحة النظام لا تستغربوش يعني لوحة نظام، لا، ترى لوحة النظام هي نفسها اللي هي من اللوحة الأم، هي الجزء المسؤول عن توصيل نظام الحاسب الآلي ببعضه بعضا، هي الجزء المسؤول عشان توصل كل شيء ببعضه البعض، لأنه هي ماذا؟ قلنا عليها لوحة أم، يعني تلم كل شيء مع بعضه البعض. السؤال اللي بعده، عرف وحدة المعالجة المركزية. ما هي وحدة المعالجة المركزية؟ هي عقل الكمبيوتر المسؤول عن تنفيذ التعليمات والعمليات الحسابية والمنطقية والإدخال والإخراج في نظام الحاسب الآلي. هي عقل الكمبيوتر مسؤول عن كل شيء جوه الحاسب الآلي، عملية حسابية، عملية منطقية، إدخال، إخراج، كل شيء، تحكم، كل شيء في الكمبيوتر هي مسؤولة عنه. علشان كذا السؤال المهم المهم المهم، تنقسم وحدة المعالجة المركزية إلى قسمين، هما فراغ وفراغ. مين ومين؟ وحدة التحكم اللي سميناها الكنترول يونت، ووحدة الحساب والمنطق اللي هي اسمها إيش؟ Arithmetic Logic Unit، ALU. أحسنتي. السؤال اللي بعده، هي ذلك الجزء من وحدة المعالجة المركزية المسؤول عن عمليات حسابية كجمع وطرح والمنطقية كالمقارنات، تعرف بماذا؟ تعرف بماذا؟ تعرف بوحدة ماذا؟ الحساب والمنطق. الحين السي بي يو، وحدة المعالجة المركزية، تنقسم إلى قسمين، وحدة تحكم ووحدة حساب ومنطق. وحدة الحساب والمنطق هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن جمع، طرح، مقارنة، منطق، هذه كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت وحدة الحساب والمنطق.
نجي نشوف اللي بعده اللي هو البايت. ما هو البايت؟ عبارة عن 8 بتات، لما تكبر من البايت يصير ماذا؟ كيلو بايت. لما أجي أسألك الكيلو بايت يساوي كم، راح تقولي 1024 بت، الميجا بايت يساوي كم؟ 1024 كيلو بايت، وهكذا. وقلت لكم جدا مهم إني أعرف ترتيب الوحدات وفقا من الأصغر للأكبر ومن الأكبر للأصغر. مين أصغر شيء؟ البت. أطلع بايت، كيلو بايت، جيجا بايت، ميجا بايت، تيرا بايت، وبيتا بايت. تمام؟ واضح؟ نتكلم الآن عن اللي هو الذاكرة الرئيسية. طبعاً قال لك هنا رتب الوحدات. أول شيء طبعاً نرتب الوحدات، هذا الترتيب قلنا مهم، الترتيب الصحيح من الأصغر للأكبر، بت بايت، كيلو، ميجا، جيجا، تيرا، بيتا، صحيح. طيب هذا السؤال اللي بعده يقول لي أكمل الرسم البياني التالي، إنه الذاكرة تنقسم إلى قسمين، وكلمني عنها، ذاكرة الوصول العشوائية اللي سميناها رام، وذاكرة القراءة فقط اللي هي سميناها روم. تكلمنا عن الروم، هي ذاكرة تحمل البرامج الخاصة والتعليمات من الشركة المصنعة لجهاز الحاسب ماذا؟ الآلي. لكن في ذاكرة الوصول العشوائية فيها يتم تحميل التعليمات والبيانات المطلوبة خلال العمل لمعالجتها من وحدة المعالجة المركزية. الرام طول ما المعالج شغال راح تشيل له اللي هو التعليمات والبيانات، بمجرد أنه نطفي الكهرباء عن الكمبيوتر تتوقف الرام عن العمل ويشيل كل بيانات، وتنشال كل بيانات موجودة على الرام، على العكس من الروم التي تحتفظ بالبيانات حقتها. واضح؟ نكمل. ضع إشارة صح أو خطأ، ذاكرة القراءة فقط روم لا تضيع البيانات من عليها عند إيقاف جهاز الحاسب، أقول له كلامك ماذا؟ صحيح. ذاكرة الوصول العشوائية اللي هي الرام ذاكرة مؤقتة، نعم مؤقتة، تضيع من عليها البيانات عند إيقاف التشغيل، نعم كلامك صحيح، نعم كلامك صحيح. أوكي؟ مهم جدا إني أعرف الفرق ما بين الروم والرام. طيب عرف القرص الصلب واذكر الفرق بينه وبين القرص الصامت اللي هو الهارد ديسك والسوليد ستيت ديسك. طيب القرص الصلب هو عبارة عن جهاز تخزين ثانوي رئيسي في الحاسب، والذي يحتوي على برامج نظام التشغيل كالويندوز وملفات وبرامج المستخدم، كل شيء خاص بالكمبيوتر راح ينشال في القرص الصلب، سواء ويندوز أو برامج حق المستخدم نفسه اليوزر. طبعا القرص الصلب في منه داخلي وفي منه خارجي، وممكن أني أوصله من خلال منفذ USB. حلوين. طيب ما هو القرص الصامت؟ هو قرص يشبه القرص الصلب بشكل كبير، لكنه يعتمد على تقنية الفلاش، لذلك هو سريع غالي الثمن ولا يصدر أي ضجيج. مهم جدا إنك تعرف إيش هو القرص الصامت. تمام؟ نكمل اللي بعده. نكمل. يلا ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. القرص المدمج الكومباكت ديسك هو وسيط تخزين له 3 أنواع. نعم، هو وسيط تخزين له 3 أنواع، يا إما أنه يكون قابل للتسجيل، قابل للقراءة فقط، أو اللي هو قابل للتسجيل. أوكي؟ هو له 3 أنواع. طيب القرص المدمج إعادة الكتابة، أحسنتي، إعادة الكتابة اللي هو أنه يكتب ويقرأ، RW. أوكي. القرص المدمج قد يكون قابل للتسجيل أو قابل للقراءة فقط. طبعا أقول له كلامك غلط، القرص المدمج قد يكون قابل للتسجيل، قابل للقراءة فقط، أو قابل للقراءة والكتابة. نعم، هذه هي 3 أنواع. بالفعل كلامك صح. السؤال اللي بعده، القرص القابل للتسجيل يمكننا من التسجيل عليه لعدة مرات، وقابل للتسجيل خلاص، بس ما أقدر إني أكتب عليه كذا مرة، هو بس إني أسجل عليه مرة وأقرأ منه، لكن مو هو قابل إني أكتب عليه أكثر من مرة. إذن كلامك غلط. القرص المدمج ذو ذاكرة قراءة فقط، تحتوي على معلومات أو برامج الشركة المصنعة، لذا لا يمكن حذف المعلومات الموجودة فيه. نعم، اللي هو ذو ذاكرة قراءة فقط، يعني في روم بس، القرص مكتوب عليه كلمة روم بس، إذن هو بس إنه يقرأ وما رح نقدر نكتب عليه أو إنه نحذف أصلاً المعلومات اللي فيه. القرص المدمج القابل لإعادة الكتابة، معليش ممكن هذه الأشياء تلخبطكم شوية، بس لازم شوية تركيز فيها.
القرص المدمج القابل لإني أعيد الكتابة نستطيع الكتابة عليه مثل القرص الصلب، نعم مثل الهارد ديسك بالضبط، تشيل تمسح تكتب عادي ما عندك أي مشكلة، لأنه هو أصلا قابل لإعادة الكتابة، ويعني يكتب ويقرأ عادي ما عنده مشكلة. محرك أقراص الذاكرة الوميضة اللي هو سميناه الفلاش يتم توصيله بالحاسب الآلي عن طريق منافذ USB، نعم من خلال منفذ USB أنا أدخل الفلاش ميموري، صح ما قال شيء غلط. DVD يشبه القرص المدمج ويعرف بقرص الفيديو الرقمي، نعم هو يشبه القرص المدمج لكن سعته أكبر من القرص المدمج، أوكي هو يشبهه ولكن يعرف بماذا؟ بقرص الفيديو الرقمي، كلامك صحيح. آخر شيء يا جماعة اللي هي الاختصارات، لازم تحفظونها اختصارات الوحدة الأولى، حاطين لكم طبعاً كل مصطلح وكل اختصار وإيش، عشان لما يجيكم في الأسئلة تكونون فاهمينها وتكونون عارفين كل اختصار وماذا يعني. بالأخير كن فخوراً بنفسك حتى لو كانت إنجازاتك صغيرة. كذا نحن نكون خلصنا اللي هو السيشن حقتنا حق الزوم اليوم، أشوفكم إن شاء الله بمراجعات ثانية إن شاء الله، وأتمنى لكم كل التوفيق، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار حياكم الله، ممكن تتواصلون معي عبر الواتساب أو عبر قناة تليجرام أو جروب تليجرام حق اللي هو أبطال الحاسب. أشوفكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.